بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم. حلقة النهاردة بإذن الله تكون عن كيفية نقل جميع محادثات الواتساب من جهاز الأندرويد لجهاز الأيفون بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة. كتير جدا مننا مثلا بيكون عنده جهاز أندرويد وبعد كده بيشتري جهاز أيفون، فبيبقى حابب إن هو ينقل جميع المحادثات بتاعة الواتساب بتاعته من جهاز الأندرويد يوديها على جهاز الأيفون بدون ما يفقد أي حاجة منهم، سواء رسائل حتى صور أو حتى فيديوهات، أي حاجة كانت موجودة عنده على الواتساب حابب إن هو ينقلها بالكامل. والنهاردة بإذن الله نشوف مع بعض بطريقة سهلة جدا ازاي تنقل جميع محادثات الواتساب من الاندرويد للايفون بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة. فتعالى مع بعض نروح لسطح المكتب ونشوف ازاي ننقل جميع المحادثات بكل سهولة. يلا بينا. ودلوقتي هنشوف مع بعض الطريقة رقم واحد لكيفية نقل جميع محادثات الواتساب من جهاز الاندرويد لجهاز الايفون. الطريقة الأولى اللي معناها هي الطريقة الرسمية المجانية، لكن في بعض الحاجات المهمة جدا لازم قبل ما نبدأ ان احنا انوه عليها. زي ما انت شايف هنا، عشان تبدأ انك انت تعمل العملية دي وتنقل جميع محادثات الواتساب من جهاز الاندرويد بتاعك لجهاز الايفون، أول حاجة جهاز الاندرويد اللي موجود عليه محادثات الواتساب لازم يكون بيعمل بنظام اندرويد 5 فما فوق، اقل من كده مش هينفع. كمان جهاز الايفون اللي انت هتبدا انك انت تبعت عليه المحادثات لازم يكون نظام التشغيل الاي او اس بتاعه يكون 15.5 فما فوق، اقل من كده مثلا ما ينفعش. فلازم الحاجتين دول يكونوا متوفرين، الاندرويد يكون اصدار 5 فما فوق والايفون يكون اصدار اي او اس 15.5 فما فوق. كمان خد بالك من حاجه مهمه جدا، يجب الاتصال كلا الهاتفين بنفس شبكه الواي فاي، لازم الجهازين يكونوا على نفس شبكه الواي فاي. كمان طبعا انك انت تثبت التطبيق بتاع موفي 2 اي او اس عشان خاطر عندك على الجهاز عشان خاطر تبدا عمليه النقل. حاجه مهمه جدا، لازم جهاز الايفون بتاعك يتعمل له اعاده ضبط مصنع او اعاده تعيين بحيث ان هو يقف على الخطوه بتاعت بدء النقل عشان خاطر انك انت تبدا تنقل المحادثات من الاندرويد للايفون بكل سهوله. فانت خد بالك لو انت عندك مثلا بيانات مهمه جدا عندك على جهاز الايفون فانت هتفقدها في العمليه، لكن مفيش مشكله خالص، هنبدا نشوف الاول الطريقه دي ونبدا نطبقها مع بعض. لو تناسبك ما تناسبكش هنبدا نخش على الطريقه رقم 2، ودي مش هتحتاج فيها لاي حاجه من الحاجات دي كلها. فهنبدا نطبق الطريقه رقم 1 ان احنا ننقل عن طريق طريقه رسميه اللي هي موفي 2 اي اس. ودلوقتي هنبدا نطبق الطريقه رقم 1 لكيفيه نقل جميع محادثات الواتساب موجود عندنا على جهاز الاندرويد نوديها عندنا على جهاز الايفون. اول حاجه طبعا زي ما انت شايف ده تطبيق الواتساب عندي على جهاز الاندرويد وعليه المحادثات زي ما انت شايف. لازم يكون تطبيق الواتساب عندي محدث لاحدث اصدار، فانا محدثه لاحدث اصدار. ثاني خطوه لازم تعملها عندك على جهاز الاندرويد اللي هتنقل من عليه المحادثات بتاعه الواتساب بتوديها على جهاز الايفون، انك انت هتكون محمل تطبيق موفي اي او اس، هتلاقيه موجود في متجر جوجل بلاي. هتبدا انك انت تخش على المتجر وتبدا انك انت تحمله، بعد كده هتبدا انك انت تفتحه، هتضغط على الموافقه ضغطه بالشكل ده متابعه، بعد كده هنا الموافقه مره ثانيه تضغط بالشكل ده، بعد كده هنا عدم الارسال، بعد كده هنا تخش على الاعدادات زي ما انت شايف تخليه هنا مفعل، تفعل الخاصيه دي وتبدا ترجع خطوه لورا. تمام، ترجع خطوه ثاني خلاص، تضغط هنا على متابعه، خلاص البحث عن الرمز متابعه. تمام، انت خلاص بتقف لحد الخطوه دي كده، انت عملت اول خطوه عندك على جهاز الاندرويد انك انت عندك التطبيق بتاع موفي اي او اس مش ثبت عندك. بعد كده هتروح على جهاز الايفون اللي عايز تبعت عليه المحادثات الواتساب اللي موجود على جهاز الاندرويد، وتبدا انك انت تروح على الاعدادات، وهتبدا انك انت تنزل هنا عندك على عام ضغطه بالشكل ده، بعد كده هتبدا انك انت تروح على تنزل تحت شويه على نقل واعاده تعيين، بعد كده هتختار مسح المحتويات والاعدادات ضغطه بالشكل ده زي ما انت شايف مسح هذا الايفون. خلي بالك زي ما قلت لك، خد بالك انك انت هتفقد كل المحتويات او البيانات اللي موجوده عندك على جهاز الايفون في الخطوه دي. هضغط هنا على متابعه، بعد كده مسح الايفون زي ما انت شايف يجري تحميل البيانات لاي كلاود. لو انت عايز تعمل نسخه احتياطيه قول له هنا المسح الان، انت عايز تعمل نسخه اعمل نسخه، انا اقول له المسح الان. تمام، زي ما انت شايف دلوقتي هيبدا يعمل لي مسح للايفون لجميع المحتويات بتاعته، هتسيبه لحد ما يخلص خالص ويجيب لك الخطوه اللي احنا محتاجينها. تمام كده خلاص الجهاز اتعمل له مسح، وزي ما انت شايف بدا يفتح معانا. كل عليك دلوقتي هتبدا ترفع الشاشه لفوق، وهتبدا انك انت تدخل الاعدادات بتاعتك، تدخل اللغه، وبعد كده هتبدا انك انت تختار الدوله بالشكل ده، بعد كده هتضغط هنا على متابعه، بعد كده الاعدادات دون جهاز اخر. زي ما انت شايف هيبدا يظهر لك شبكات الواي فاي. في الخطوه دي لازم الشبكه الواي فاي اللي تتصل بيها تكون نفس شبكه الواي فاي اللي موجوده عندك على جهاز الاندرويد، لازم تكون نفس الشبكه. فانا هتصل بنفس الشبكه، هعمل بيها اتصال. بعد ما بتعمل اتصال بتنتظر ثواني بسيطه لحد ما يبدا يجيب لك الخطوه اللي بعد كده. بعد كده هتضغط هنا على المتابعه ضغطه بالشكل ده، بعد كده هنا الاعدادات لنفسي، بعد كده هنا الاعدادات لاحقا. هنا بالنسبه لكلمه المرور لو انت عايز تنشئ كلمه مرور تبدا انك انت تضيفها. ودلوقتي وصلنا للخطوه المهمه اللي احنا محتاجينها وهي نقل تطبيقات وبيانات. فانت كل اللي عليك انك انت هتختار نقل من اندرويد، عندك هنا نقل من اندرويد تختارها ضغطه بالشكل ده، بعد كده نقل من اندرويد تضغط على متابعه، هيبدا يظهر لك الكود او الرقم ده، وده اللي احنا محتاجينه ان احنا نضيفه عندنا في جهاز الاندرويد. هروح على جهاز الاندرويد دلوقتي ونبدا نضيف الكود ده. تمام، يجري الاتصال، تضغط هنا على كلمه تواصل او توصيل، جري الاتصال بالجهاز، تنتظر ثواني بسيطه، يجري الاتصال. تمام، في المرحله دي زي ما انت شايف هيقول لك نقل البيانات، هتبدا انك انت تروح على البيانات اللي انت عايز تنقلها. طبعا احنا عايزين ننقل واتساب فنبدا ان احنا نحدده بالشكل ده. اضغط هنا على كلمه البدء، جري الاعدادات، هتنتظر لحد ما يخلص، تضغط بعد كده هنا على التالي، تضغط هنا
على متابعة يجري نقل البيانات. لو بصيت دلوقتي على جهاز الايفون يجري نقل البيانات من الايفون، بتنتظر لحد ما يخلص، وبعد ما بتخلص عملية النقل زي ما انت شايف هيبدأ يطلبك بالابل اي دي بتاعك على جهاز الايفون، فانت هتبدأ انك انت تضيفه وهتبدأ انك انت تعمل تسجيل دخول بالشكل ده. طبعا هتضيف الباسورد بتاع الابل اي دي بتاعك وتبدأ تكمل الخطوات عادي زي ما انت شايف. خلاص الايفون فتح معاك بالشكل ده. اول خطوة هتعملها انك انت هتروح على المتجر بتاع ابل ستور وهتبدأ انك انت تنزل الواتساب. بعد ما بتنزل الواتساب عندك على جهاز الايفون هتضغط هنا على كلمة فتح، وهتبدأ بعد كده انك انت تضغط على الموافقة والمتابعة، تضغط هنا على السماح وتضيف نفس رقم الهاتف اللي موجود عليه الواتساب عندك في جهاز الاندرويد. هتبدأ انك انت تضيفه هنا، نبدأ نضيف الرقم الهاتف ونعمل له تحقق. وكده يبقى احنا شفنا الطريقة رقم واحد لكيفية نقل جميع محادثات الواتساب. تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض الطريقة رقم اثنين بدون فقد أي بيانات من عندك من على الجهاز الايفون بتاعك. ودلوقتي هنشوف مع بعض الطريقة رقم اثنين لنقل جميع محادثات الواتساب من جهاز الاندرويد لجهاز الايفون عن طريق أداة اني ترانس. اللي بيميز الطريقة دي انك انت مش هتحتاج انك انت تمسح أي بيانات موجودة عندك على جهاز الايفون بتاعك، وتقدر تنقل من أي جهاز اندرويد لأي جهاز ايفون مهما كان الإصدار بتاعه. كل عليك هتخش على الرابط وتضغط على كلمة حملها مجانا، وتبدأ تحمل التطبيق حجمه صغير جدا حوالي 10 ميجا، هتبدأ تخزنه وليكن عندك على الديسكتوب، على سيف وبدا التحميل وهيبدا يتحمل معاك على طول. بعد ما بيتحمل عندك التطبيق بينزل عباره عن ايقونه بالشكل ده. طريقه التثبيت بتاعته سهله جدا، دبل كليك عليه. بعد كده كل عليك هتضغط على كلمه التثبيت وهيبدا يثبت معاك التطبيق دلوقتي على طول. تمام كده خلاص البرنامج اثبت عندنا. كل اللي علينا دلوقتي عشان نبدا ننقل جميع محادثات الواتساب بطريقه سهله جدا وبطريقه بسيطه بدون فقد بيانات من عندنا من على جهاز الاندرويد لجهاز الايفون، هتروح بس هنا على خيار سيشوال اب، هتختار نقل رسائل الواتساب، واول خطوه هتعملها هتبدا انك انت توصل جهاز الاندرويد اللي موجود عندك عليه المحادثات. بعد كده زي ما انت شايف البرنامج هيطلبك انك انت تفعل عندك على جهاز الاندرويد تصحيح اخطاء اليو اس بي، فانت كل عليك لو مش مفعلها انت بتنزل عندك بتروح على الاعدادات وهتبدا انك انت تنزل تحت شويه، وبتروح عندك هنا تنزل تحت على حول الهاتف، وهتروح هنا على معلومات البرنامج. بعد كده هتروح على حاجه اسمها رقم الاصدار، هتبدا تضغط عليها 7 مرات. طبعا انا كنت مفعلها قبل كده. طبعا انت هتضغط 7 مرات بعد كده هتتفعل عندك. بعد ما تتفعلها بتنزل ترجع خطوه لورا كمان، لا عندك حاجه اسمها خيارات المطور اتفعلت، تبدا انك انت تضغط عليها بالشكل ده، ولازم انك انت تكون مفعلها، وكمان تروح تحت على تصحيح اخطاء اليو اس بي تكون متفعله عندك بالشكل ده. تمام انا مفعلتها عندي. بعد ما بتفعلها وتوصل الجهاز بشكل صحيح بتبدا انك انت تنزل عندك على الاشعارات، وبتبدا تروح على نقل الملفات، ولازم تخليها في الوضع ده اللي هو ام اي دي اي، تخليها بالشكل ده. تمام مجرد ما بتفعل الخيار ده تضغط هنا على حسنا تمام. لو بصيت دلوقتي ثواني بسيطه هتلاقي دلوقتي زي ما انت شايف تطبيق ان ترانس اثبت عندك على جهاز الاندرويد، فانت هتدي له هنا السماح اثناء استخدام التطبيق السماح. تمام خلاص كده زي ما انت شايف لو بصيت دلوقتي على البرنامج جهاز الاندرويد عندك بتقراه بالطريقه الصحيحه، وكده خلاص جهاز الاندرويد قرا. بعد كده هتبدا توصل جهاز الايفون بتاعك بواسطه اليو اس بي. تمام وصلنا جهاز الايفون وقرا عندنا هنا على طول. تمام كده خلاص جهاز الايفون قرا عندنا. العمليه سهله جدا وبسيطه. بعد كده هتضغط هنا بس على التالي. الخطوه اللي بعد كده محتاج انك انت تروح عندك على جهاز الايفون وتعمل تعطيل للعثور على الايفون، لازم تعمل له تعطيل. وهنبدا ان احنا نروح عندنا على الاعدادات، بعد كده هتروح عندك على هنا الاي كلاود بتاعك، وبتروح هنا على تحديد المواقع بالشكل ده. هتلاقي عندك هنا العثور على ايفون متشغله، تبدا انك انت تعطلها. طبعا هيطلبك باسورد الابل اي دي، هتبدا انك انت تضيفه. بعد ما بتضيف الباسورد بتاع الابل اي دي بتضغط بس هنا على ايقاف، وهيبدا دلوقتي يعمل لي تعطيل للعثور على ايفون. تمام كده طبقت الخطوه، هتضغط هنا على كلمه استمرار. الخطوه اللي بعد كده هيطلبك انك انت تعمل نسخه احتياطيه من الواتساب عندك، فانت كل اللي عليك انك انت هتبدا تروح على الواتساب هتبدا تفتحه بالشكل ده، وهتتبع نفس الخطوات اللي قال لك عليها. هتروح هنا على الثلاث نقط دول، وتروح هنا على الاعدادات، وتبدا تنزل تحت عندك على الدردشات ضغطه بالشكل ده، وهتروح على النسخ الاحتياطيه للدردشات تضغط عليها. وعندك زي ما انت شايف هنا في اجراء نسخه احتياطيه على جوجل درايف هتخليها ابدا، وتضغط هنا على نسخه احتياطيه بالشكل ده. بعد ما بتطبق الخطوه دي بتضغط هنا على التالي. وزي ما احنا شايفين دلوقتي بشكل سريع جدا جاري نسخ واتساب احتياطي، بتنتظر لحد ما يخلص. لو بس دلوقتي على جهاز الاندرويد هتلاقي ان الواتساب بتلغى التثبيت بتاعه من عليه، ويبدا دلوقتي يظهر لك الواجهه دي. هتضغط هنا على متابعه عشان يثبت لك نسخه من عنده هو، تضغط هنا على موافق، بعد كده تضغط هنا على نعم. بعد كده لما تشوف نزل لك نسخه من الواتساب عندك هتضغط بس هنا على استمرار، هتبدا تظهر لك الكود ده، هتبدا انك تضيفه من 1 لحد 4، وبعد كده تضغط على الاحتفاظ بنسخه احتياطيه. جاري بدا النسخه الاحتياطيه، بتسيبه لحد ما يخلص خالص. تمام كده خلاص جاري نسخ بيانات واتساب احتياطي، بتسيبه بقى لحد ما يخلص خالص. ولو بصينا على البرنامج دلوقتي تم نسخ البيانات احتياطيا، رجاء تسجيل الدخول الى حساب واتساب التي تحتاجه الى نقل البيانات على جهاز الايفون. فانت كل عليك هتروح على جهاز الايفون وتبدا تضيف نفس رقم الهاتف اللي موجود عندك على جهاز الاندرويد. فاحنا هنروح على جهاز الايفون بالشكل ده، نضغط هنا على الموافقه والمتابعه، ونبدا نضيف نفس الرقم اللي موجود عندنا هنا على الواتساب. وبعد ما بتضيف نفس الرقم اللي موجود عندك على جهاز الاندرويد بتضغط هنا على كلمه التالي، جاري استيراد بيانات حسابك، بتنتظر ثواني بسيطه، بعد كده تضغط هنا على نعم، جاري ارسال الكود، هيبعت لك الكود دلوقتي بتاع التحقق زي ما انت شايف.
بعد لك كود التحقق هتبدا انك انت تضيفه، وبعد كده هتروح البرنامج تضغط هنا بس على استمرار جاري تحليل البيانات. بعد كده يطلبك انك انت تعمل وثوق بالايفون، هتعمل تدخل الباسورد، تضغط هنا على حسنا جاري تحليل البيانات التطبيق. لو بصيت دلوقتي عندك على جهاز الايفون هتلاقي ان جهاز الايفون يقول لك يجري استعاده المعلومات، بتسيبه لحد ما يخلص خلاص مش هتدخل في اي حاجه. هيبدا دلوقتي ان هو يجيب لك جميع المحادثات اللي كانت موجوده عندك على جهاز الاندرويد يوديها على جهاز الايفون، انت مش هتدخل في اي حاجه، هتسيبه هو يخلص مع نفسه. والبرنامج زي ما انت شايف نقل بيانات التطبيقات الى الجهاز المستهدف. ولو بصيت دلوقتي على جهاز الايفون هتلاقي جهاز الايفون بدا يفتح معاك مره تانية، واول ما يفتح معاك هتخش على الواتساب هتلاقي جميع المحادثات بقت موجوده عندك. تمام، الجهاز فتح معانا، تضغط هنا اسحب للاعلى زي ما انت شايف اكتملت الاستعاده، تضغط هنا على متابعه الاعدادات لاحقا، هنا تبدا تضيف الباسورد بتاع الابل اي دي بتاعك. خلاص الجهاز كده خلص، مرحبا بك في الايفون، هتبدا تفتح. دلوقتي هنبدا نروح على الواتساب عندنا عشان نشوف المحادثات. زي ما انت شايف الواتساب موجود عندك، هنبدا نفتحه بالشكل ده، هتلاقي جميع المحادثات بقت موجوده عندك كلها. طبعا ممكن تختلف الاسماء لو انت مش مسجل الاسماء، زي ما انت شايف هو نازل بس عباره عن ارقام، لان انا مش مسجل اسماء طبعا عندي هنا على الجهاز، لكن هي نفس المحادثات. طبعا لو بصيت دلوقتي على جهاز الاندرويد هتلاقي ان هو عمل تسجيل خروج، خلاص دلوقتي هنا خلاص هو عمل تسجيل خروج، وخلاص كده البرنامج خلص المهمه بتاعته وتمت الاستعاده بنجاح. هضغط هنا على حسنا وكده خلاص نقلت جميع المحادثات بتاعتي. ودلوقتي هنشوف مع بعض الطريقه رقم 3 لنقل جميع محادثات الواتساب من عندنا من على جهاز الاندرويد لجهاز الايفون. كل عليك في الطريقه دي انك انت تروح هنا عندك على الواتساب بتاعك، وتروح بعد كده على الاعدادات، بعد كده بتبدا تنزل تحت عندك على الخيار الدردشات، بتضغط عليه ضغطه بالشكل ده، تنزل تحت تروح على النسخ الاحتياطيه للدردشات، بتضغط عليها وبتبدا تاخد نسخه احتياطيه من جميع الدردشات اللي موجوده عندك. مهم جدا انك انت تاخد نسخه احتياطيه، وتنتظر طبعا لحد ما يكمل لحد الاخر 100%، تنتظر لحد ما يخلص ويكمل معاك. تمام كده خلاص انت عملت اول خطوه عندك على جهاز الاندرويد انك انت خدت النسخه الاحتياطيه. بعد كده بتروح عندك على جهاز الايفون بتاعك انك انت لو عندك الواتساب بتبدا انك انت تعمل له عمليه ازاله التطبيق، وبعد كده بتبدا انك انت تثبته عندك تاني. بعد ما بتثبته عندك مره تانية بتضغط هنا على الموافقه والمتابعه، وبتبدا تضيف نفس الرقم اللي موجود عندك هنا في جهاز الايفون. وبعد ما بتضيف الرقم بالشكل ده تضغط هنا بس على التالي جاري استرداد بيانات الحساب، بتنتظر ثواني بسيطه وتنتظر ان هو يبعت لك كود التحقق. زي ما انت شايف كود التحقق ظهر عندنا هنا، تبدا انك انت تضيف كود التحقق اللي اتبعت لك طبعا على جهاز الاندرويد، نبدا نضيفه بالشكل ده. بعد ما بيتحقق منه المفروض دلوقتي خلاص هنا عمل تسجيل خروج عندنا من على جهاز الاندرويد، هضغط هنا اضيف اسمي ليا واضغط هنا ضغطه بالشكل ده، وزي ما انت شايف جميع المحادثات اللي كانت موجوده عندي اتنقلت دلوقتي بقت موجوده عندي هنا عندي على جهاز الايفون بالشكل ده. حاجه مهمه حابب انوه عليها ان الطريقه دي ممكن ما تنجحش معاك بشكل كبير جدا، فانت لو ما نجحتش معاك الطريقه دي جربها، لو ما نجحتش معاك هنشوف الطريقه رقم 2، ودي طريقه اكيد نقل جميع المحادثات بطريقه سهله جدا من الاندرويد للايفون من المحادثات. وبكده زي ما شفنا بكل سهوله قدرنا ننقل جميع محادثات الواتساب من جهاز الاندرويد لجهاز الايفون. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، يا ريت ما تنسوش تشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.